مدينة بنت جبيل في الجنوب اللبناني كانت آخر محطات الرئيس الإيراني محمود أحمد نيجاد، حيث أقام حزب الله وحركة أمل مهرجانا شعبيا حاشدا وسط إجراءات أمنية اتخذها كل من الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية على طول الخط الأزرق. ولا شك أن أعداءنا وأعداءكم يخافون ويجزعون من وحدة كلمتكم ومن اتحاد صفوفكم. الوحدة هي رمز المقاومة وهي رمز الانتصار. الوحدة هي أيضاً رمز البقاء والثبات والانتصار. في السراي الحكومية أجرى الرئيس الإيراني محادثات موسعة مع كل من رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والوزراء سعد الحريري، محادثات وصفت بالإيجابية جداً، فيما تواصلت ردود الفعل بشأن الزيارة. جنوبنا جنوب لبناني، مش أرض إيرانية، يعني بيجي يزور رئيس جمهورية إيران تيعلن أنه لبنان أصبح قاعدة إيرانية، هذا مؤسف الصاير. تربط بعض المصادر الزيارة بمساع واتصالات لاستئناف الحوار شبه المقطوع بين فرقاء الأزمة اللبنانية. نرى أن هناك نوع من يعني التعاطي الإيجابي بين كل من السعودية وسوريا وتركيا وإيران بالإضافة إلى مصر لإيجاد نوع من المظلة التوافقية لإيجاد مخرج ما للأزمة في لبنان، حول المحكمة، حول القرار الاتهامي الذي قد يصدر عنها، حول سلاح حزب الله. أبرز محطات اليوم الثاني والأخير لزيارة الرئيس الإيراني كانت لقاءه شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والديني. وفي كلية العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية منحت إدارة الجامعة نجاد درجة الدكتوراه الفخرية، وفي كلمته حضر الملف الإيراني. يرى المراقبون أن زيارة نجاد إلى لبنان أتت في إطار التوافق السعودي السوري، وأن ما بعد الزيارة سوف يرسم ملامح تسوية إقليمية ودولية للبنان جزء وفير منها. سحر أرناؤوط، الحرة، من مجمع الجامعة اللبنانية، الحدث، شرق بيروت.